كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. زاري من ملكته. باب الشفاعة. باب الشفاعة ملجا من ملكة رأسه. ملجا استلاحي ما لتم مياوي فتشو بزي كتاب لا يتفلق فتشو من دنو. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. لا هنا أكال، لا ليلة أكال، لا سوتك مسيبال، ليلة أكال لما تكلم ويم كقودات لما ترف بما السبب ما هاللي مقبات شما قل لي مهون مالته. لمسالي نبي صلى الله عليه وسلم يجنة سوج كما قلالات عرفة ودى جنة ولندي قبو لما الرك يمي عرقوت ملجا ويمديه رساج. ونبي صلى الله عليه وسلم هونم أسات كتوسى نبت بوهلا أسات ندي قبا أسات يتوسى نبت نصوم على ثنو أسات ندي قبا يمي عرقولات ملجا إهم من دنو يملجاينتنا ملجان فتشي كم يتناكر لن كم يقزون مستعلي وشنو معلتنا. إنام ملجا يحقق من النتو من دنو يمي فكرنا ما يفكر عينتو سمني مسلالي يمي لو مليت وتعمى انقل قابينا ومكنياتهم بزو سوج تأنتم زارين بشفع مكنياتنا وشرك لا يودقو ويودقوث ويمي يودقو أهلوت. فنبي صلى الله عليه وسلم زمن ينبرو تهقاري وجه لمن تهقار الله لمن كسوج ألو أكالات انت تتعار الله بمي بالو جزي يساتوث ينبر ومنس من اندى نبر قرآن ليس فرال. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم كالله وجعلو كالله ليلالو أكالات يمي قداتشو يمي تكماتشو هنو سالة يامل كالو لمن سيبالو من دون مكناتاتشو. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله النزيه الله زند أما لا زوجات الناتشاوي لالو ملجا في اللقانو النزيه أكالات ودم أملك يوردوت مالت تلالك أمي بالوت يا عربيا تأوتات بملجا سبب نسيم ملك وينبالو. أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. لاتننا مناتن لاتننا عزان ليلة نيوان تسوس تنيوان مناتنس أسكي أياتش هنا نقارو نسكي تأكمو قدو من سيامد ألو ألكم الذكر وله الأنثى لأن أنت وانت لسو سيوان جنسيتنا ويمتادر قتل هال زيلاي فتاوية لهنا كففلاتشون يراساتشون أسنواري بهاري ودقون الناس كأمتعون على جزيو كفتاهن زار كففلاهن زاري تنساون مالتنو لأن أنت وانت وانت ميلون قال حرق ناس مربتسكي لأن أنت سيبال من مالتنو لراساتشو لجوج وانت سيوان نميفلقوت لسو لا الله جنسيتنا ميفلقوت من مالتنا لا الله نزهنا أكلات ودا الله كعربي أما لا جاد رجوات شوالين من الملك ترى ميسدن نزهنا أكلات ودا الله الدارشي أكعربي جاد رجوات سلاس سوات شو إياهم اللي قات شو ترى لك تعطوش ناتشو لا الله كالله جار كل هذا اللي ميادر رجوات شو فتعري ما اللي ميادر رجوات شو يلكون من دنا ودا سو أكعربي عندنا شو ملاكتن يا الله سيتوش لجوش ناتشو إلى الله فجروا يخلقوا تكزينة من دنو ما جزي ينبرو أقاريوش يميت أرواتشون أكالات سيعملكو ينبرو من فلقو نبر من جا فلقو نبر يميلو مدر. فسورة الزمر لا يمن لزهو الله سبحانه وتعالى نزيان أقاريوش سيقلت أشو من دنو ميلو والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفة. النزا كالسوجي رداتو جنيازو أكالات إن يود السوء ما أقرب من اللي أقرب من إنجانا ملكة شومي لالو إلى النال. سلذي هي من الجاز أنصح سابت كل كارتلي يمكى مشركوش تفات لا زارين مودك لا قات مشه زارين من دالت قات مال مالتنا زارين بركاتوش شرك لا يورك علو لمن سيبالو من دنا مسات وتمانس إن يادك كاموشنن بونجل تجمارك أن ودك يتها مقرب يا سفرنال إن فرالن الرجال نمتك أبينت يعني أكلاجني مثل ذي السوزانك أربه بهنو أكلات مل جانك أربا لني رالو. قري ينزل دروتشو شرك لبسك أيروني مت أو مالتنا. يدروتشو تفات لبسك أيروني مت أو مثل ذي وأنا يفلكوت من دلو. مل جاي حقيقة بشري عشان أو كأنه لو. قنيت يوم مل جانو ملو ملية هسفل قال. من أينت مل جانو
ሸሪዓው ቦታ ያለው ምንስ አይነት ነው የተከለከለው? የትኛው ነው በተጨባጭ ሰዎች ሊያገኙት ሊጠቀሙበት የሚችሉት የምልጃ አይነት የሚለውን ካለየን ጥፋት ላይ የመውደቅ እድል ሰፊ ሊሆን ይችላል። ቀጥሎ ወደ ባቡ ወደ ውስጥ ስንገባ باب الشفاعة وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وتلك قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه ኢላቀው አሸናፊና ኢላቀው ጌታ አላህ እንዲህ ይላል ወአንዘር ቢሂ ለዚነ ይኻፉን እነዚያን የሚፈሩትን በሱ አስጠንቅቃቸው ወአንዘር አስጠንቅቅ ቢሂ አይ ቢልቁርአን በቁርአን አስጠንቅቅ ለዚነ ይኻፉን አይሕሸሩ እነዚያን ወደ ጌታቸው ኢላ ረብህም ወደ ጌታቸው መሰብሰብን መቀስቀስ መሰብሰብን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎችን አስጠንቅቅ ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነገ ከጌታቸው ፊት ተሰብስበው የሚቆሙበትን ጊዜ አስበው ለዚያ ቀን ተጨንቀው የሚዘጋጁ የሆኑ ሰዎችን ንገራቸው ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገለጻ በደምና አስተምለው ከጌታቸው ፊት መሰብሰብን የሚፈሩ የሆኑት አማኞች ናቸው አኺራቸው የሚያስጨንቃቸው የሆኑ ሰዎች ናቸው እንዲህ አይነት ሰው ተግሳጽ ይጠቅመዋል ማስተዋስ ይጠቅመዋል እግረ መንገዳችን ምን እንረዳለን እኛ የት ነን ነገ ከአላህ ፊት መሰብሰብ መቀስቀስን ምናለም ምናስብ ለዛም ምንዘጋጀነን ወይ ከሆነ ሰየው አላህ ለና መሰከነበት ይገባል ካልሆነ ግን አደጋ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው እና ወደ ጌታቸው መሰብሰብን የሚፈሩ የሆኑ ሰዎችን በቁርአን አስጠንቅቀ ለይሰ ለሁም ሚን ዱኒሂ ወሊዩ ወላ ሸፊዕ ከሱ ውጪ ወዳጅ ረዳተም ይሁን አማላጅ እንደሌላቸው ንገራቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አስጠንቅቃቸው ከወዲሁ ይዘጋጁ ያለ ሰራቸው ያለ ጥረታቸው ያለ ተውሂዳቸው በሌሎች ላይ ተንጠላጥለው የሚሰርፉበት ምክንያት አለ መስሏቸው እንዳይሸወዱ ከዚሁ አስጠንቅቃቸው በአኺራ የሚያምኑ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው የሚያምኑ አካላትን በራሳቸው ለመልካም ነገር ሊጥሩ እንደሚገባ ተውሂዳቸው ሊያስተካክሉ እንደሚገባ እዚሁ አስጠንቅቃቸው وقوله قل لله الشفاعه جميعا አሁንም አላህ ምን ይላል قل بل ይላል لله الشفاعه ملجا لله نو بل لا الله نج جميعا باتقالاي ملجا بالبيتنتوا يا انديو يجيتاچن الله سبحانه وتعالى بيچانه سلازي
ከባለቤት ነው የሚጠየቀው የሚጠየቀው ከባለቤት ነው እንጂ ከሌሎች ከፍጡር ሊሆን አይገባም እነሱ ባለቤት አይደሉምና وقوله من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه አሁንም እንዲህ ይላል الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع ما انه يا اسو يميامالدو عنده كسو زند كالله زند الا باذنه بفقاده بيهون انجي ملجا مول بمول يسو አይደለች ስለዚህ ከሱ ፊት ከሱ ዘንድ ያለ ፈቃዱ የሚያማልደው ማን ነው? ምንድነው የሚያመላክተን ይሄ? ስለዚህ ማንንም እንዳሻው ተነስተ ሚፈነጭበት ወይም እንደፈለገ የሚያደርግበት ነገር ስላልሆነ ፈቃዱን ምናገኝበት መንገድ ነው ለንደከም የሚገባል ማለት ነው። የአላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሁንታ የምናገኝበትን ሸፋዓውን ለማግኘት ይቻል ዘንድ የሱን ይሁንታ ምናገኘው በምን መልኩ ነው? ይሄን ሁሉ ያስጨንቀን የሚገባው ማንንም ያለሱ ፈቃድ ማማለድ አይችልም። ስለዚህ ምልጃ መጠየቅ ያለበት ከባለቤቱ ነው። وقوله وكم من ملك في السماوات بسمات سنت ملائك الله الى الله سبحانه وتعالى لا تغني شفاعتهم ملجاؤهم ما تتقم يهونو ملجاؤهم ما يتقمو يهونو سنت الناس سنت ملائك تعالوا بسماي الا من بعد اي اذن الله الله كفقد ابو حالا بيهون انجي لمن يشاء لفلقوا ويرضى لوددلت ازيهم لا من الرداو يتلايقوا نغروتش قالوا ملائك نصوحان ناتشو الله سبحانه وتعالى በማምለክ ላይ ተጠመዱ ከተዛዙ ፈንክች የማይሉ ፍጥሮች ናቸው። ይሄም ከመሆኑ ጋር ያለሱ ፈቃድ ቅንጣት ታከል ለማንም ያማልዱም ቢያማልዱም ፋይዳ የለው። ሁለተኛ ምን ወስደው ቆም ነገር ምንድነው? ምልጃ የሚገኘው ለነማን ነው? አላህ ለፈቀደለት አላህ ለወደደለት ነው ማለት ነው። ለመየሻ ወይርضى አላህ ለፈቀደለትና እሱ ለወደደለት ብቻ ነው። ስለዚህ እኛ ያለንበት ሁኔታ አላህን የሚያስደስት الله يمدهن يتلاين انه يميلون متيق قلبن قال هنا الله لو ودده بቻ ነው ምልጃ የሚገኘው ይያልን ያል الله ሙሽሪኮችን አይወድም አጋሪዎችን አይወድም ስለዚህ ከምልጃ ከምናለመው ነገር የሚያራርቀን ጥፋት ውስጥ እንዳንወድቅ ተወዲሁ ተውሂዳችን ማጥራት ይገባል وقوله አሁን ማላህ እንዲህ ይላል ወሊደዑ الذين زعمتم بل ادعوا الذين زعمتم نزان የምትሞግቷቸውን አሉ የምትሏቸውን አምላኮቻቸውን ጥሩ ባላችሁ من دون الله كالله وجه لا يملكون مثقال ذرة بنان كبدة تاكل ايك وتأترهم يلاتشو في السماوات ولا في الأرض بسمات ميهون بمدر وما لهم فيهما من شرك عندهم وما لهم للنسو يلاتشوهم فيهما بسمات نا بمدر من شرك شركنا يلاتشو مدقارا في يلاتشو سماية مدر لي بمستر ميهون بمكوت أتر من شركنا يلاتشو درشا يلاتشو وما له منهم لسو يلهم منهم كنسو لا الله كنسو يلهم من ظهير كردات ردات كنسو عندهم يلو ولا تنفع الشفاعه عنده كسو زندم الجات تقمم الا لمن اذن له لفقدلت بهون انجي حتى اذا فزع عن قلوبهم كلبوچاچو دنغاقي بتوجد غزي قالوا ماذا قال ربكم كيفاتهم من على يبابال اللور سبرساج قالوا الحق حق ان يتناقروا وهو العلي الكبير السو يبلاينا تلاق يونا جيتانو بزي تانغز است يشركن سراسر يميبطاتسو ملائكتوچ አሉ بنزي ሁለት تانغزوች است ملائكتن ያክል تلልቅ ፍጥሮች እንኳን الله سبحانه وتعالى كمفرات كمدنغد يتنسى راساچن ستوس كميستو اسكميورقو يدرسالو يالنا እዚህ ዱንያ ላይ ሰዎች የሚጠሯቸው አካላት አምልኮት የሚሰጧቸው አካላት እነሱን አስመልክቶ አላህ ምን እንደሚለው ቆሊ ዱዑ الذين زعمتم من دون الله ከአላህ ውጪ የምትጠሯቸው ዛፊ የለ ድንጋይ የለ መልአክ የለ ጅን የለ ሰው የለ ሁሉንም ፍጡር ነው ከአላህ ውጪ ተብለናል እዚህ ላይ ስለዚህ ከሌሲቀር የሚል አምሮአችን ውስጥ ድጅታም ሊመጣማ ይገባል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ ውስጥ ሊጠሩ ሊመለኩ አይገባም ሌሎችን ፍጥሮች ከሱ ውጪ ተብሎ ተዘግቷል በአጠቃላይ ሁሉንም ፍጥሮች የሚመለከት መልእክት ነው እናም ከሱ ውጪ የምትጠሯቸው አካላት ምትሞግቷቸውን ጠሩ ባላችሁ ለየምልኩነ ሚትቃለ ዘራ በእናን ከብደት ታከል አይቆጣጠሩ በሰማያት በመደር የሚቆጣጠሯት እንሱ እንኳን ነገር የለችም في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما عند بالبيتنتنا الله سبحانه وتعالى شاره قتلوس وما لهم فيهما من شرك ደርሻም ማለትን ባለ ደርሻነት ተጋሪነትም የላቸውም በሰማያት በመደር የሚጋሩት ክፍል የላቸውም የሚጠሩት አካላት ሁለተኛ ይሄንንም
من أدرجة عند اللبة الله سبحانه وتعالى نساته مثلا يلم بزي ملكم متاسب درشي إلاته وما له منهم من ظهير كالنسم ردات منهم إلا بلسه أدى جنة مفتر من قوت أدر يبالي بثنة النشي يدرشهم إهم يلم كالزام مالفو أرداتا ما قرز المقال مثل كوستاته عند من لم يسفل قوما إلا من الله كذبوا هلا قتلونه ملجاء أتتك من السوزند على الله سبحانه وتعالى إلا لمن أذن له سلة كارلة قال هنا استقر سلازي يمن تراتشو أكالات بسمات بمدر يبالي بيثن الدرشا اللاتشو أندم يلا كالسوجي أندم يبالي بيثن الدرشا اللو يلا بالي بيثن نتيا اللو يلا درشا وامي اللاتشو يلا مكوت أطر يلا درشا وامي يلا لا الله سبحانه وتعالى رداتي هنا ميلا يقول لك للوبات ينسو نبرتي هنا يلا من نسو للا منو لما أسألوا شاهي قبام مالتنو من البات ملجا أسكتبالا ملجا ونمنا درقو قدب هذا الرقبت كرموني تاسك أمت أبت ولا تنفع الشفاعة شفاعة ملجامة تتكمم إن عنده السزند إلا لمن أذن له صلفك أدلت بيهون نجي سلزي الزيهم لا يتقاقم ويتنسى له ملجاوة قاين وروزند يا الله سبحانه وتعالى فقعد ياسفل لقوال يميلونه قال أبو العباس أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله عنده لاله نفى الله عما سواه الله كالسوج قالوا نقروش النسى بملوك أنه نستوال كل ما يتعلق به المشركون هلن أقاريوك من تلات ألباتش النقاروش بملو كل ما يتعلق به المشركون مشركوك من تلات ألباتش النقاروش بملو الله سبحانه وتعالى منا درجة نستالوك أننا نستوعتشو عليه فنفى أن يكون لغيره ملك كالسوج لألا أكال بالبيت النت منور النسى بالبيتي هنا يلم سلوك أننا نستعتشو كالسوج بسماعات بمدر لألو نقاروش فطروج بالبيتي هنا يلا أو قسط منهم ويمي بالبيتنا الدرشة مولو بالبيتنا تيلم درشة ومين لكم أو يكون عونا لله لا الله ردات ميهون مين لم كوستعج ولم يبقى إلا الشفاعة ملجا انجالك أرم كذيبو هلا ملجا بيشاك أرش فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب جيتا لفك أدلت قال هنا مستكر الصمت هون لما استكم قلت أدرك الله سبحانه وتعالى كما قال عندي هندالو ولا يشفعون إلا لمن يقتضى لا توددلت قال هنا مستكر يا ما لدم ما لوددلت الله لوددلت الله يود زند دمو من عينت مسفرت ياسفلغال من عينت قلبه هنا تمغنيت አለበት ميلو عبره يمطال قبل ان شاء الله فهذه الشفاعه التي يظنها المشركون يتي اداريوت يمياسبات ناغنيت አለን ብለው የሚያስቡት ملجا كالله جئي تتعروا مما يتعنوا بعد مجء خباته يوم الجينة هي منتفية يوم القيامة فكيما كان يتنساج يللجنة أو كأنه يللجنة كما نفها القرآن قرآن دنسات وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم تنقروال أنه يأتي شفاعة الكبرى تبلو يتقروا لي تلك يوم الجينة يسو لجباتك علي بقيامة ميدالي بمي قلالونا بمساك أيو كزي ودا أباتك آدم من الجينة دالو خلو بس إنك بس هاتشوم الجالة مترف آدم قن لذين أقرزق الجوفة قارنين دالهون بمتقوم ودا نوح يملاك تالو نوح من دزاو تمسا سيمن لاش بمستأت ودا إبراهيم ودا عيسى ودا موسى متأرش علي ودا نبي صلى الله عليه وسلم يدرسال يهتلك وانا ما أرك مقام محمر تبولو متأرو لنبي صلى الله عليه وسلم الله علي قبانونا ودا ساتشو سي درس أنا لها نيل الزيها اللوهن بلو من نصاله الله يقبل الله توك على سلوهنا إنهم كأت تهيدو بفك أداتي واسنياتون عدنا من يدرقوت أنه يأتي ساتو يمت قالو كجيثاتو زند فيسجدو لربه لجيثاتو يسجدالو سجد يدرقالو ويحمده يا مسجنوتال لا يبدأ بالشفاعة أولا كأت تهاب مجمريا بملجي جمرو عدباتو سرعتاتو بزي ملكون رجم سجد يدرقالو الله نعم سجنه تال ثم يقال له كزامن ساتشو يبالال ارفع رأسك رأس هناك أنا يبالال وقل يسمع تناجر نجره تسمي النكي نرعال وسل تأيك تعطى تست على تأيكه واشفع ملجانم تأيك تشفع أما لست الدرقال لهنا ملجاه واغي نرعال أنا يبالال سلازيه قد دايون ديه بفك عداتون داسينيات وميادر قتير الله بزو رجم هداتي هلبت كباد يهنا قدينو مالتنا وقال له أبو هريرة رضي الله عنه تواكي صحاب أبو هريرة لساتو لنبي صلى الله عليه وسلم من سلو تأيقواتو
من أسعد الناس بشفاعتك الله ملك تنين بانت ملجا الدلنيا يهون سوات شنما الناس جوبلو تأيك أون برا أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مقونات أفمالت تلك نقرنو بدا تلك سكتنو إني أغني من أطا كبار تلك نقرنو اندي هينة تلك نقر من أغني بث من قد ملجي تأسفلك أبو هريرة رضي الله عنه بلولة حشناتشو إهيت إياك أمد إياك أحتوى تعمو السينو زاري بالزوج እንዲህ አይነቱን አንገብ ጋቢ ጥያቄዎች ላይ በማለታቸው የዚህን ጥያቄ መልስ ባለማወቃቸው ስንት ጥፋት ላይ ነው ያሉት እስኪ ራሳችንን ጠይቀንና አውቃለን የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልጃ ለማግኘት መንገዱ የት ነው የተሻለው መንገድ አቋራጭ የት ነው ከዚህ የሚያሳጣንስ ምን አይነት ነገር ነው ይሄን መለየት ከፍላጎታችን እንዳያራርቅ ባላሰብነው መልኩ ከህልማችን ከምኞታችን እንዳንራራቅ ወሳኝ የሆነ ጥንቃቄ እናደርግ ዘንድ ይጠቅመናል እናም ملكتنون صلى الله عليه وسلم يانتم بالملجاب ماكنيت ادلن ياهن سووش انما ناتشو بلو سيد ايكو قال من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه كالبو ترتادرقو لا إله إلا الله يالنو آل نبي صلى الله عليه وسلم كالبو ترتادرقو لا إله إلا الله يالنو باندبت من ناقر يدلم يلب إخلاص وستين بملاساشين من ناقرون بتقبع بلباشين من نامنون በተግባር مناፈርሰው ከሆነ ታጥቆጭቀ ይሆናል ያ እንዳይሆን ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ቁርጠኛ የሆነ ያቂን ከልባችን ላይ ድር ይገባል ከሱ ውጪ በሐቅ አምልኮት የሚገባው ማንም የለም ብሎ ኢላ ኢላሃ ኢላላህ ማለክት በሐቅ ማስገኘት ይሄንን በመላሳችን መመስከር ይሄንን ደግሞ በተግባር ማስገኘት ያስፈልጋል ይሄንን በተጨባጭ ተሐቂቅ ያደረገ ሰው ላ ኢላሃ ኢላላህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልጃ በማግኘት እድለኛ የሆነ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለምልጃ ስናስብ ለራሱ አሳቢ ለራሱ ተጨናቂ የመጪ ህይወቱን የሚያስጨንቀ የሆነ አካል ወደ ፍላጎቱ የሚደርስበት መንገድ ወደ ፍላጎቱ የሚደርስበት መንገድ ምን ያደርጋል አቋራጭ መንገዶችን ይጠቀማል አቋራጭ የሆኑ መንገዶችን ይጠቀማል ማለት ነው ትክክለኛ መንገድ ላይ መሆኑን ያረጋግጣል فتلك الشفاعه اشي من جاء الى له الامام احمد بن تيميه رحمه الله لاهل الاخلاص باذن الله بالله فقط لاخلاص سوچ ብቻ የምትሆነች ለኢኽላስ ሰዎች ኢኽላስን ተውሂድን ለስገኙ ሰዎች ብቻ የምትሆነች ተውሂድ አለን ለሰዎቻችን ወገኖቻችን ተውሂድ አላቸው ምልጃን አስበው በርካታ ጥፋት ላይ ይወድቃሉ ሰዎች የሚያልሙት ትልቅ ነገር ነው የሚሄዱበት መንገድ የበለጠ በተቃራኒው የሚወስዳቸው ነው ይሄ በጣም አሳዛኝ የሆነ ነው ይበልጥ ለናዝንላቸው ይበልጥ ለንቆረቆርላቸው ይገባል ትልቅ ነገር አለመው ትልቅ ክስረት ላይ ይወደቁ ነው ያሉት እንዲህ አይነት ከባድ ክስረት የለምና ከዚህ ጥፋት ለመትረፍ የሸፋዓን ምንነት መለየት የምናገኝበትን ማወቅ ከህልማችን ከምኞታችን የሚያራርቀንን ደግሞ ማራቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው እንጂ ولا تكونوا لمن اشرك به بالله لا جرى اكل بمن ملكو يتملجاه تكنيم يا الله سبحانه يا نبي صلى الله عليه وسلم ملجا بمن ملكو بالله لا يمياغرى لا يمترغاغط ايدلچ بالله لا يمياغرى اكل يمتغني ايدلچ حقيقته حقيقة يزيها أكال يزيه نقر إن شفع قداي أن الله سبحانه تراتي قبو أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص بإخلاص سواج بتوحيد سواج لاي يمي شارو السنو السنو شارو تاون يمي لقسو إهين ما زنقات يلبن بس شارو تا يمي قنينو بس شارو تا يمي قني كهونا السن يمي اسكوطا يسن ودي تا يمي عرقن نقر لنفذ ما يقب عمالتنا السن يمي اسكوطا እሱን በእኛ ላይ እንዲቆጣ የሚያደርግ እና ከሸፋዓን እንዳናገኝ ከሚያደርገን ነገር ማራቂ ተበቀብናል ማለት ነው የሚገኘው ለኢኽላስ ሰዎች ብቻ ስለሆነ ማለት ነው فيغفر لهم نام للناس يمر على الله سبحانه وتعالى بواسطه دعاء من اذن له ويشفع እንዲያማልድ በፈቀደለት ሰው دعاء አማካኝነት الله ይምራል ራሱ ነው ዘመን ብሎ መማር ይችላል ነበር ያለ ዋሲጣ ያለ ምልጃ ያለ ሸፋዓ ممارثيل يملجان حق يملجان سرعات اسقمطوال يراسو حكمه الله بذي وسط اما لاجو درجهو كف بلو انديتاي يادرغوال درجهو كف بلو انديتاي يادرغوال ازا بوتا لاي معناتنو انام لاخلاص سوت يميتيرو تشروتا نو فيغفر يمرال لهم لميمارلاچو ويم ملجا لتغبالاچو اكالات بمن اماكانينت بواسطه في دعاء بدعاء اماكانينت بمن دعاء من اذن له اي يشفع عندي امالد ተፈቀደለት ሰው ዱዓ ማከኝነት ሊዩክሪመه ሊያከብረው አማላጅ ተደረገውን አካል ሊያከብረው ከፍ ሊያደርገው ሊያለቀው
وينال المقام المحمود مسقوني هنا كفي عليه هنا درجة يا جني زند النبي صلى الله عليه وسلم يهني جنز أبو زند ملجان تلك والملجاء سبتها شوال فالشفاعة نم هي عنده يسالفنا ملجان أينتنا الإمام ابن تيمية رحمه الله ملجان بعدك عليه له التي يكفلنا يوم الجمرة يتفكرون عند ملجان وسكون يجنا فالشفاعة التي نفاها القرآن ولتن يوم الجاء أو كنا يدلو بوتا إلى اليوم الجاي نتوسم فالشفاعة التي نفاها القرآن قرآن أو كنا ينساتي هنا الشوال من الجاينات يلت تمثيل الله سبحانه وتعالى ينساتي من الجاينات من سيلا مساري ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع كسوجي ردات أما لازم الله تشوم ماله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إيالا بل بتلاي وتوج ملجان دليل لم يملكتو من رجواتها اللون نزيه من رجواتك كنت إخراشو ملجاي لم لما لتسايهون يتفلقوا أو كنا يللو يملجاينا تعالى يأنما ملاكتن يتفلقوا فالشفاعة التي نفاها القرآن الله بقرآن قرآن ينسات أو كنا ينسات يملجاينا ما كان فيها شرك شركة اللبات يملجاينا تنج شركة اللبات بوستو شركة تقلق اللبات أبزاهم يوزاريا لو يملجا عينت من عينت لو قلت له سويت كالله وجعل له أكلات ما يسأله للناس يتلايو أملكو توجين يفزمه له حتى طواف هلوم يدرقوا له لموتو سويت أردم يفزمه له بجنك بشقراتو كزي وللناس يجعوه له هي شركة اللبتي هنا ملجا أو كأن يلوم استغاثة لندومه ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه لذهم الله سبحانه وتعالى بفكعلو في مواضع بالتلايو بوتاوج ملجا نازرقوه بفك عبدن لم تقي وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نبي من الذي يقول أدرقوا لأنها لا تكون عندما تقي تملجا إلا لأهل الإخلاص لإخلاص سوتك لهنا مستقر والتوحيد لتوحيد سوتك لهنا مستقر انتهى كلامه ابن تيمية نذكر أزي لين يتقعجعوا قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها فيه مسائل بزير إسوس بكنيو أنقر أنقر نتبوتشن بين الملكات الأولى يمجمرة تفسير الآيات يعني قصوتشو تنتانيوش ملك توتشن تملكتنا الثانية هو التانية صفة الشفاعة المنفية أو كناي للات وقاي للات هو التواي من الجينات هوني تواتا قل سؤال هوني تواتا قل سؤال السوام شركة اللبات هو التوانيش الثالثة صفة الشفاعة المثبتة يتأدك أتوا الله سبحانه وتعالى أو كأن يسدأت يمن الجائنات من أنت دون استقل الصال السوم إخلاص لألاتو سويت من التقين ستون الله لو أدد اللاتونا كفك عدوها لأن التقينينج من بمن الجوم أما لاجهون تأكالات درجاتو كفن دي الله سبحانه وتعالى يتربت على تروتاون يسيبتها الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى تلك وملجاته استالج بسالفنا وهي المقام المحمود السم قرآن لي عسى أن يبعثك مقاما محمودا بلو الله سبحانه وتعالى يجلز عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قيته مسكوني هنا درجا مسكوني هنا بوتها لكسك سزابوتها لأي أدرك فيها قومه الله سبحانه وتعالى وصن والدنك قوال بلو يجلز عنه نام يهي تلك بزي ملكو يتجلز عنه مقام محمود التبالو يوم القيامة لفطران هلو نبي صلى الله عليه وسلم أما لا جهنا يميك أمبته يملجا سرأتنا أما استنى صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم بزا بشفاعة الكبرى لي بتلك أملجا لي ملك تنى من ساروت هوني تاو تقلت قال أنه لا يبدأ بالشفاعة كأتتها ملجا لي جمرهم بل يسجروا يلك ولم سجرنا ميادرقوت فإذا أذن الله له الله لساته وفك أن الله توقفه شفاعة ما لداله مجمرة رجم سجود يدفعه جيتاته ونعمسه قناله كذبها لسفك أن الله توقفه ودم الجامعة الفوت معلته الثالثة سدستنى من أسعد الناس بها
የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተልቅ ምልጃ በመጎናጸፍ በኩል ማን ነው እድለኛው የሚለው ተገልጿል። እሱም من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ከልቡ ጥርት አድርጎ لا إله إلا الله ያለ ሰው ነው ተብሏል። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በአንደበታቸው لا إله إلا الله ማለታቸውን ከብዙ ነገር እንደሚያግዳቸው ከብዙ ነገር እንደሚጠብቃቸው ያስባሉ፣ በተግባር እየፈረሱትም ማለት ነው። በመላስ መናገር በተግባር የሚፈርስ ከሆነ ምንም ፋይዳ የለውም። ኢማን በልብም በመላስም በተግባርም በሶስቱም ነው ሊገኝ የሚገባው። ሰው በመላሱ የመሰከረ በተግባርም ያፈርሰው ከሆነ በተለይም ደግሞ በልቡ የተለያዩ አካላት ላይ እምነት ከያዘ አብቅቶለታል፣ ምንም ፋይዳ አይኖረውም። ስለዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምልጃ በመጎናጸፍ በኩል እድለኞች የሆኑት እንደማን እንደሆኑ ተጠቁሟል። السابعه ሰባተኛ انها لا تكون اسوات تهونم لمن اشرك بالله بالله لا غير راسه እንደማትገኝ ተጠቁሟል። ይሄ ምልጃን ያሰቡ ከምልጃን ያርቃቸውን ከባዱን ጥፋት እየፈጸሙ ላሉ ሰዎች አስደንጋጭ የሆነ ደወል ነው። ለወገን ለዘመዶቻችን ለቤተሰቦቻችን ሁሉ ይህን ሐቂቃ ለማስረዳቸው ይገባል። እንጠቀምበታለን ባሉት መንገድ እየከሰሩ እንደሆነ ማስተዋወስ ትልቅ ነገር ነው። ደንገት እንዲሉ እንዲያስተውሉ ሊጋብዛቸው ይችላልና الثامنة بيان حقيقتها يسوى حقيقة هي شفعة حقيقة من النفع تجلسوال اسم حقيقته أن الله سبحانه بلن يسالفنا نو اسم الله سبحانه وتعالى لتوحيد سويت لإخلاص سويت يميت رو تروت عندهنا بأمالجوش عما كانت كقطعات يميت رفاته ومدرجاتهم كف ميدر قدت ደንብ እንደሆነ ማስተዋል ይገባል ማለት ነው። እዚህ ላይ ይበቃናል። هذا جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته